السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الفاضل، وحياكم من الله أخواتي الفضليات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا في رحمتك برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين. للإنسان عند الله مقام يحدده علمه ويحدده عمله، فكلما ازددت علما ازددت من الله قربا. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المجادلة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بودك لي في شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما. أخواتي، أنعم الله علينا أن يسر لنا تعلم هذا العلم، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه، وأن يكون تعلمه وتعليمه صدقة جارية لشيخنا الفاضل وكل من يعلم ويشارك في نشره. زادكم الله شيخنا من فضله، ورزقكم الله الصحة والعافية، وبارك الله في عملكم. أخواتي، أشكر لكم جهودكن في هذه الدورة، وكنت معكن في كل مرحلة، وأبارك لكم هذا النجاح، ولكل من ساهم في نجاح هذه الدورة أبارك لهم جميعا. إن شاء الله من أحسن إلى أحسن، وفقكم الله جميعا، أسعدكم الله في الدارين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.